السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في أطباق أم تسنيم. اليوم إن شاء الله راح نشوف نوع من أنواع المعجنات، وبما أنه يعني شهر رمضان راح على الأبواب، ربي إن شاء الله يدخلوا علينا بالخير. من ذاك إن شاء الله راح ندير لكم نوع من أنواع المعجنات. هذو راح نحتاجوهم بزاف في رمضان، ملاح بزاف مع الحسوة مع شوربة. واش عندي انا لهنا؟ عندي الحليب. اول حاجه نبدا بالحليب. عندي 250 مليليتر من الحليب ولا ربع لتر. والله تستعملوا الكاس تاع الغازوز العادي ولا تاع ليجي، اي كوب عندك الاخت ما تقيديش. واش نعطي لك؟ اللي عندها باه تكيل دير 250 مليليتر حليب يكون دافي. هكذا عندي الزيت، راح ندي 4 ملاعق حتى الخمسة. بسم الله، 4. عندي لهنا السكر، وعندي الخميرة الفورية، هذو نخلي نديرهم كيف كيف. راح نخلط شوية. ندير الملح، ملح عادي. دوكا ندير ملعقة كبيرة من السكر، وندير ملعقة كبيرة من خميرة الخبز أو الخميرة الفورية. الحليب ما يكونش سخون بزاف، دائما قلتو لازم يكون دافي. نضيف خميرة الحلوى، هذه فيها 10 غرام. هنايا نحط الطاحين او الفرينه حتى يعني تلملي العجينه وتكون القوام تاعها املس، ما تنشفوهاش باه تجيكم حاجه مليحه. اذا هاي اللي كان العجينه بعد ما لميتها خليوها هكذا طريه تتلصق، كي تحطي صباعتك هاي لك تتلصق هكذا باه تجيكم خفيفه. لهنا مانيش راح نعطي لكم كميه الفرينه شحال، ولكن هكذا خليوها تتلصق وعجنوها. دوك نعجنوها شويه بالطريقة هذه فقط، يعني مش هتحتاج حاجة كبيرة في العجن. عجن بالطريقة هذه وخبطوا دائما هكذا كما نقول لكم باه يجيكم العجين تاعكم خفيف هكذا. من بعد نحطها تختمر، نديرها في البول اللي لميت فيه العجين ونحطها تختمر مليح حتى يذوب الفوليوم تاعها ان شاء الله، ومن بعد نشكلوها. اذا هاي اللي كان العجين بعد ما اختمر، دوك نهبطلو الخمور ونبداو نشكلو ان شاء الله المعجنات تاعنا. انا راح ندير لكم نوع اليوم، نشوفوا الشكل. لهنا راح نحكيوا شويه على الحشو. انا عندي لهنا الدجاج، صدر الدجاج كنت خدمته وجدته، درت في مقلاة، حطيت شويه زيت، حطيت حبيبه بصل مقطعه قطع صغيره، حتى ذبلت لي البصله شويه. من بعد ضفت صدر الدجاج كنت كان مقطع يعني قطع صغيره هكذا بالطريقه هذه. من بعد ضفت له شويه ملح، شويه فلفل اسود، والكركم انا درته للون فقط، اللي ما تحبش تضيفه هي حره. هكذاك خليته قلبت عليه شويه حتى ليه طاب لي. انا درتهم قطع صغار، ليه راح يطيب لكم وينشف. وعندي لهنا شويه تاع واش يسموه سبانخ والله السلق، كنت ذبلته ثاني بشويه زيت والملح والفلفل الاسود فقط. يعني هنايا الحشو يرجع لكم اختياري، كل وحده واش تحب تحط. دوك انا العجين هذا نقطعوه، انا قطعت العجينه كومبلي على 16 قطعه، وانتم كيما تحبوا الحجم تاعكم. اللي حبيتوا الخبيزات كبار كبروا شويه، يعني ديروهم على 10 ولا 12 ولا
نتوما وكيما تحبوا. دونك نبدا نشكل، نطرح لهنا الوحده، نديرها شكل مستطيل لا اوفال، نرقوهم شويه باه ما يجيوناش غير العجين بيسكو دوك يزيدو يتنفخوا. لهنا بعد ما طرحتها بهذا الشكل راح ناخذ سكين ونقطع هكذا بالطريقه هذه النص فقط تاع العجين، ما نقطعهاش كامل هكذا، ندير البعد بيناتهم 1 سنتيم ونص ولا سنتيم نتوما كيما تحبوا. هكذا نجيب الحشو ونحط هكذا، لان دائما نقول لكم الحشو يكون على حسب الرغبه، ما تبعونيش في الحشو. انا اللي هنا كنت قادره يعني ندير لكم عجينه وحده كيما دوك، ندير لكم انواع من المعجنات واشكال راهي مختلفه، ولكن انا حبيت اشكفو نخدم معاكم عفسه هكذا، نخدمو على راحتنا ونشوفو حتى الحشو ممكن تهزو فكره. هكذا دوك واش ندير، نغلقها هكذا يقعد لنا الحشو يبان بالخطوط هذه هكذا، ونضغط هذا الحواف كامل نقفلهم ما من لهنا، نقفل باه نديو شكل واحد تاع بيزا هكذا، ونعدلهم بالطريقة هذه هكذا، نعدلهم هنايا في الجوانب باه تجينا شكل خبزة صغيرة هكذا. انا دوك نكمل كامل الكمية اللي عندي ونحطهم في البلا، انا فرشتو بورق الطهي. الخبيزات تاعنا انا بعد ما شكلتهم حطيتهم في البلا ودهنتهم بالصفر، انا كاين اللي درتهم لهنا شويه كبار وكاين اللي درتهم صغار. انا داك بعد ما نطيبهم ديجا الفرن راني كنت شعلته من قبل متوسط الحراره 180 درجه مئويه، راح نطيبهم ان شاء الله ونحمرهم على الوجه ونلتقي فيما بعد. اذا هاولك المعجنات تاعنا بعد ما طابوا يجيكم ما شاء الله خفاف، هاملك حمروهم مليحة للوجه يجيكم يشهيو مع الحشو هذاك. هكذا من داك نديرو وصفة من الوصفات الخاصة بالمعجنات ان شاء الله، نتمنى اخواتي يجربوه ويعجبكم. اذا عجبكم كالعادة نقول لكم شاركوا في قناتي ليصلكم كل جديد، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.